عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة الهداية. يا ريت بعد إذنكم أن تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد، لأنه فيكم بأسعار الدواجن في مصر اليوم الخميس 7/7/2022. ونبدأ لحم الفراخ البيضاء الكيلو 31 جنيه ل 32 جنيه، ولحم الفراخ الساسو الكيلو 47 جنيه ل 48 جنيه، ولحم الفراخ البلد الكيلو ب 35 جنيه ل 36 جنيه، ولحم أمهات أبيض الكيلو ب 26 جنيه ل 27 جنيه، مع العلم بأنه يتم إضافة من 2 إلى 5 جنيهات على الكيلو حتى يصل إلى المستهلك. أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت فهو كالتالي: كتكوت أبيض عمر يوم 6 جنيه ل 6 جنيه وربع، كتكوت ساسو عمر يوم من 4 جنيه وربع ل 4 جنيه ونص، كتكوت بلدي عمر يوم من 3 جنيه ل 3 جنيه وربع. أما بالنسبة لأسعار البطة اليوم: كتكوت بطة فرنساوي عمر يوم 6 جنيه ونص 7 جنيه ونص، كتكوت بط مسكوفي عمر يوم 14 جنيه 15 جنيه، كتكوت بط مولارد عمر يوم 15 جنيه 15 جنيه ونص، لحم بط فرنساوي 24 جنيه 24 جنيه ونص، لحم بط مسكوفي 47 جنيه 47 جنيه وربع، لحم بط مولارد من 31 ل 32 جنيه ونص. أسعار الرومي اليوم: كتكوت رومي أسمر عمر يوم 16 جنيه ونص 17 جنيه، كتكوت رومي بوم عمر شهر 16 جنيه 16 جنيه ونص، كتكوت رومي برونزي عمر يوم 16 جنيه ونص 17 جنيه، كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم من 44 جنيه إلى 44 جنيه ونص. أسعار السمان اليوم: كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2 جنيه وربع إلى 2 جنيه ونص، كتكوت سمان أبيض هجين عمر يوم 2 جنيه و 75 إلى 3 جنيه، كتكوت سمان هجين بياض من 14 يوم من 5 جنيه ونص ل 6 جنيه. أما بالنسبة لأسعار البيض فهو كالتالي: البيض الأحمر الكرتونة ب 66 إلى 67 جنيه، بيض أبيض الكرتونة ب 64 إلى 65 جنيه، البيض البلدي بالكرتونة من 62 جنيه إلى 63 جنيه. وهذه هي أسعار بورصة الدواجن اليوم، ويضم الإضافة بالنسبة لمكسب التاجر حتى يصل إلى المستهلك. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 7/7/2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.